يبدو أن لقب النسخة 65 من بطولة دوري نايل بات أقرب من أي وقت آخر للبقاء في الجزيرة، وذلك بعدما فرض الأهلي تفوقه على منافسه المباشر بيراميدز وانتزع منه صدارة المسابقة المحلية وبفارق نقطتين عن الأخير. 7 نقاط فقط تفصل الأهلي عن معانقة اللقب 44 في تاريخه والثاني على التوالي، وذلك بعدما وصل للنقطة 72 عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية وتعادل بيراميدز بهدفين لمثلهم مع فاركو، ليتوقف رصيده عند 70 نقطة من 31 مباراة في المسابقة المحلية. وينتظر الأهلي في رحلة حسم الدوري مواجهة قوية على رأسها مواجهة الليلة والتي تجمعه بفريق البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة 32 لبطولة دوري نايل. وتعد هذه المواجهة ذات طابع خاص للأهلي ولاعبيه، خصوصا وأن فريق البنك هو أول من نجح في إذاقة الأهلي طعم الهزيمة في الموسم الحالي في لقاء الدور الأول، والذي انتهى بانتصار دراماتيكي للبنك 4-3، وهو ما يحفز رجال المدرب السويسري مارسيل كولر لمواصلة قطار الانتصارات والرد على هزيمة الدور الأول في المسابقة المحلية. ويخوض الأهلي لقاءه 29 في دوري نايل، حيث يتطلع للفوز 18 على التوالي والرابع 24 للوصول للنقطة 75، والتي تجعل بين اللقب المفضل 4 نقاط فقط على الصعود لمنصة التتويج المحلية. ويسعى الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر سلسلة انتصارات متتالية في الدوري، بعدما عادل المدرب السويسري أطول سلسلة انتصارات للأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه 17 مباراة موسم 2004-2005. ويعول الأهلي على تألق لاعبيه لتحقيق الهدف المنشود، وعلى رأسهم النجم الفلسطيني وسام أبو علي، والذي وصل لهدفه 14 في الدوري خلال 16 مباراة فقط، ليبدو أنه عازم على التتويج بلقب الهداف، إلا أنه يجد منافسة من الثنائي الكونغولي فيستون مايلي وحسام أشرف، واللذين يمتلك 14 هدفا على الرغم من كونهم خاض مباريات أكثر من النجم الفلسطيني في دوري نايل، وغيره يتسلح بهم الأهلي لفرض بساطه الأحمر على المسابقة المحلية.